السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في حلقة جديدة ويوم جديد، تجربة اجتماعية جديدة وأيضا مقلب جديد. حلقة اليوم مختلفة مميزة وأضمن لكم بالعشرة إنها بتكون جدا رائعة بإذن الله، لأن حلقة اليوم فيها تجربة إنسانية مبكية حزينة وتوجع القلب ومرت يمكن على ناس كثير، لذلك مقدما نعتذر يعني، وبإذن الله توصل رسالة حلقة اليوم. أما بالنسبة لمن الضيف ومن هو الشخص اللي بيبلع وياكل مقلب اليوم، نجم متألق وصاحب حنجرة ذهبية خارق جدا، أنا شخصيا من أكثر المعجبين فيه، غزا وانتشر في الأعراس وأصبح مصدر التفات لكثير عرسان ما يشتون لا فلان الفلاني اللي بيكون معنا اليوم. أما بالنسبة للصوت في السوشيال ميديا فهو مكتسح من أقوى وأجمل الأعمال الفنية، صارحك باللي حصل لي بتشوفوا الآن منه، خلوكم معنا. تفضل يا استاذ، نورت والله حبيبنا، كيف الامور؟ والله مشتاق لك. وصل النجم والفنان المبتدئ محمد النعامي، بس ايش بيحصل في حلقه اليوم؟ وكيف يتعامل محمد النعامي مع المقلب اليوم؟ وكمان التجربه الاجتماعيه الحساسه جدا، خلوكم معنا ونشوف. استاذ فواز صح؟ كيف انتم؟ المدير عجيب. بعد 5 دقائق استاذ فواز، انا محتاج لك موضوع ضروري. ايش فيه؟ يعني ما مجداري حسن من الله شفتك هكذا امامي ذلحين. اسمعني، ذلحين بيتصلوا لي المدير المالي حق المستشفى، تمام؟ اخي ذلحين هو هنا قد له 3 أيام تقريبا مرقد، يعني كان ماشي بالشارع وبعدين رصاصه راجع جات دخلت الدماغ، ذلحين نزل في الدماغ وهكذا في العنايه. ذلحين زي ما شايف انا اشتغلها انا والصبح معي دوم ثاني. طيب. دفعت للمستشفى 200. باقي تقريبا 150,000، الحين شو خرجوا اخي من العنايه وما يدخلوش العمليات. باقي 150,000 اشتك، بس لو تقدر تنفعني بشيش حاجه منكم، لو تقدروا تتصلوا له بس. فواز قل لها احنا اسفين حالنا ما نقدرش معانا عمل، حاول من هذا النباتات. لو خرجوا اخي الان بهذه الحاله ما ندري ايش اللي حيحصل به. ما هذا بس اخي ما له صلاح، بس المشكله انا جيت بعمل والله. ما هذا مش ما على ايش؟ انا مشغول بعمل. قول لها ما نشيش نشغل الاستاذ محمد النعامي، وما نشيش نشغل في حاليا معنا عمل. نزيف طيب بالدماغ. شوف الاستاذ محمد هذا ما نشيش نشغله، ولا ايش رايك لو تاجل الموضوع ولا اخي اي موت شو يخرجوا انا علي من عكاس. انا بالضبط هذا رقم، هذا اذا تساعدوني اتصلوا للرجال بنفسه. مشكله احنا جينا العمل خذها كلموا يا منعه لا يخرج الشخين. اذا قد اتصلت امشي يا منعه، لا يخرجوا وانا ايش ادبر لك. انا جبت والله الله المستعان. انا المشكله لا، اذا اتصلت لي انا المشكله مش تيجي تدخل مشاكل. فوز التعقري وهذا. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالكم يا الحمد لله. احمد ما داري من احمد. يا دكتور احمد كيف حالك؟ الحمد لله والشكر. من معي هذا رقم البنت اللي اتصلت قبل شوية عشان أخوها. نعم يا أخي، معك محمد النعامي. محمد من؟ محمد النعامي الفنان محمد النعامي. فنان محمد النعامي. عندك مريض ولا شيء يا أستاذ؟ لا أخو الأخت هذا حق أختنا. هذه أختك؟ زميلتنا. أيوه في مقام أخت بسمة. بس محمد النعامي الاسم هذا يعني تقريبا كسر. انت يعني فنان مشهور. علي يا ايش اللي عليك؟ علي 150,000 انا علي. للحين لحظه البنت هذه جت تشتكي لعندك؟ مش تشتكي يعني، راح تسمع بنا الاعلام والفنانين الذي عندك اخي. ايوه اخوك، وهي مسجل عندنا في الكشف، ما فيش معها اخوان الا هو. ليش اللعب هذا يعني؟ راح تجيب فنانين واعلاميين عشان تدخلهم في هذا الموضوع. الله يرحم ابوه، ما فيش حاجه. انا اقول لك المبلغ علي، خلاص انتهى الموضوع. انا جالس ادي لي اسمك ولا رقمك ولا بخلي حد يجي لك. يعني القصه وما فيها تشويه صح؟ تشويه. زعلتوا لان احنا طلبنا الحق. هيا الان انا بخرج المريض الان. بخرج المريض وتعالوا استلموا المريض وشلوه فين ما تشتوا. فنان محمد النعامي، انا ما اعرفك اصلا. على رسول الله حقك عن الطياله. طيب لا تتكلم دلع. انا قلت لي اسمك، ما بين اقول لك دلعين الدلدي عندك. لا ترفع صوتك، تكلم معي باحترام. تكلم انت باحترام معك الاستاذ محمد يا مريض. من هذا اللي جنبك بيصيح؟ وقع رجال. اقول لك مريض عندك مريض يا ابن. يا
يعني فنان ومعك فلوس كثير وجاي تصيح وتهنجم صح؟ لك هذا والله انك يا مريض معك الاستاذ محمد الزلط عن تحمل احنا اخي ليش من والده هذا انا مخلي ما نقعد محمد النعامي قفل المكالمه ويدور الان اي طريقه يروح المستشفى ويحاسب الفلوس يعني شوف الكرم يا اخي والنخوه بس مش كذا يا محمد صبرك يا حبيبي خلي بالمستشفى نفسي عشان لو حصل لي شيء ولا اي والله لا يميت ولا شو اقسم بالله المستشفى ما قسمعنا شو به المستشفى وين هذا يا اخي بقى معانا مريض هناك يعني اخو واحد تعز علينا قاعد في الراجع دراسه عندي اشتغل خرجك اروح عندهم يروح مزاج قلت بنروح عند ساعه احنا ما ارضي 150 ألف دولار عنده حاجة دخله ما أعرف دخله. أينو هذا؟ من معي الآن؟ منو؟ أنت النعامي؟ معك فوز التعكري. أنا الآن دخلت أشوف هذا النعامي هذا الفنان صح؟ إيش؟ هذا الفنان النعامي. أيوة الفنان الأستاذ محمد النعامي. اللي يغني حق أصارحك وما أدري موضي الأغاني حقه. أيوة. وليش كذا يتكلم يرفع صوته ويصيح يعني معه فلوس صح؟ يرفع صوته لأنك. هذا النعامي الآن بيدخل في ذمة المريض. احنا بنخرج المريض ويدخل في ذمة النعامي ما في ذمتي اقول لك احترم نفسك يا رجال يا رجال ما فعلوش النصك هذا احترم نفسك انا رجال متهبش الناس يا متهبش دخله انا بخرجه الان الشارع خرجه واحنا عنجيله بخرجه الان وانت يا نعامي تمكنني اصارحك صارحني من فين تجيب هذه الكلمات يا دكتور اسمع قال لك اي خرجه كيف تخرجه يا دكتور صلى على النبي اتحمل المسؤوليه من انت من انت الثاني من انت لا افهم يا استاذ يا دكتور لو سمحت الولد الان اكلمكم وحالته صعبه في العنايه المركزه الولد حالته صعبه جدا لو توفى الولد ومات انت يا محمد النعامي بتتحمل المسؤوليه الكامله اتصل الدكتور صلاح طيب الان محمد النعامي بيتحمل المسؤوليه كامله في الموضوع وبنحمل احنا الان وبنرفع اسم محمد النعامي للسوشيال ميديا كامل والاعلام كامل يعرفوا محمد النعامي على حقيقته وعلى شخصيته الاصل والله ما تفعل حاجه اعرف انا ما اعرف داري من وين اسمعني يا ابن بعد صبك الدكتور صلاح بعدنا انا وانت عن التقي ما اعرفش انا ما اعرفش صلاح الاخطر تجيبوا لي فنانين صح الفنانين انا فنان بلدعه لكن خارج انا شاربك منه محمد النعامي بس الان انتم تشتوا خلاص يا خليك خرج الريتم كامل علشان نشوف الاسماء المتبقيه ودخلوا مريض ثاني بدل المريض الاول دخلوا مريض ثاني هذا دكتور بيطري هذا اسحب الاجهزه هي ضبايعكم ما قدرت تقادر هي ضبايعكم يعني ما فيش حاجه جديده عليكم الا من رحم ربي والله ما انتم معروفين شوف 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 انا اكلمك باحترام اذا كانت البنت تسمعني اسمع كلكم ما واحد لكن ما عليك انا انت مجابرتك معي الان ما تسمعني انا يا اخي هذا واحد اسمع احمد انت اسمع احمد مان باسم يا اخي اسمك من اسمك ايش اسمك انت وهذا النعامي اذا ما ارسل له ناس الان لو اعرف فين مكانه هذا النعامي انا ارسل له ناس قال لك ارسل ناس لها اذا ما ارسل له ناس الان لا هناك ويعرفوه بالعود هذا حقه يكسروا في راس العود والله انك مرتاح تكسر العود في راسك والله لا كسر راسك اهدا شوف 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 الولد الان في العنايه المركزه وحالته صعبه لا تخرجونيش عن طوري يا ولد استحي على نفسك لا تخلينيش اجي اكسر العود في راس محمد النعامي هذا انا ما اعرفش محمد نعامي ولا اعرف هذه الاسماء خلاص يا اخي جي كسر فوق راسي واقول لك على عيني وراسي دخل خلاص ما دام انت بتقول لي ان انا فوق راسي دخل باحترام الحين دخل المريض يا اخي مالك الا ما ارضيك اسكت دخله وعن جابر انا وان اعتذر مني وانا ادخل المريض رجال انا اجي احب ركبتك دخله وبعدين عن جابر من عمك والله احرقت انا باخلاقك هذه لذلك بطلت تترسل بترسل لي 200,000 نتحمل كل شيء يا اخي دخلت مريض تقي الله في روحك شوف علشان كلمتك هذه واخلاقك احرقتنا فانا اقبل اعتذارك ومش مشكله لو قد التقينا انا وانت بخليك تبوسني فوق راسي تمام لكن اكلمك بتحول ال 200,000 عاد كانت 150 200,000 ريال عاد كانت 150 50,000 سنة لا تصيحش من هذا اللي جنبك هذا البلا ادب هذا اللي يصيح لا تخليش اكسر راسك يا اخي اسكت دخلوا عن جابر قضاء قلنا لك عن حب ركبتك ما عاد شيء خلاص ما دام بتحب خلاص شوف انا الله يعز مقامك مش ركبتي لا انا باجي لعندك نلتقي انا وانت تحب فوق راسي تعتذر مني والمريض تستلموه بترسل لي 200,000 خلاص انا ارسل لك انا دخل 200,000 خلاص قول لي انا محمد النعامي علشان المكالمه مسجله قول انا الفنان محمد النعامي انا محمد النعامي عندي 200,000 لك يا اخي
أنا الفنان. ما أناش فنان يا أخي. أنا الأستاذ. ما أناش فنان. أنا النجم. أقسم بالله إن أنت متعاطي على شكلك. شوف لا تخلينيش أجيلها. شوف شوف أكلمك باحترام. أنا أكلمك باحترام. العود حقك لا تخلينيش أربط برقبتك وتر وتر. ما تشينو قول. أقسم بالله لا تخلق للتيم والله. شوف أنا ما عجبني أسب لكن أنت شيء أسب والد. والد والد. يجوني هذول الناس وأنا حامض ريال وقلبت وجهي. يا دكتور خجعني خليني أتفاهم معاهم. يا أخي إيش في الدكتور هذا؟ خليني أنا أقول لك. انت فينك انت فينك انا ارسل لك عنواني. ما تشي ما بنفسك بنفسك شيء. شوف ورجع ورجع لا تخليني اكسر راسك. حاله الولد صعبه. اسالك شنو جاب يا ولد استحي على انت يا اخي. الله عز وجل ما هم الله عجيبه. لا تخذي ولا شيء. نصرت الحين شل الجمهوري ولا الثوره. ما هم الله حيابه. ونعم بك يا استاذ. نعم بك. اصبر صلي على سلام محمد. يا محمد اجلس اجلس. انا اسف والله. اجلس اجلس اجلس. الدكتور نبيل اسف. اجلس يا محمد. سلام الله. والله العظيم اني اسف يا محمد نعامي. والله اني احب هذا الشخص حبا جما. والله اقسم بالله انك شعر بدني ورب. انت داري ان انا من اكبر محبين اصارحه واللي حصل لي او اسكت يا محمد. انا اسف. احنا اسفين. اجلس يا استاذ محمد. اجلس يا حبيبي. اجلس اقعد يا عم محمد. احنا اسفين والله العظيم. اقسم بالله اهداء وصلي على رسول الله. الحمد لله لحد الان ما انضربتش. الامور طيبه. هذا عمنا محمد النعامي. طبعا محمد النعامي قبل كل شيء نورت قناه السعيده ونورت البرنامج جدا كثير خيرات والله. نورك يا حبيب قلبي. ما قلبت هنا خيرات. محمد النعامي الموقف اللي حصل ومدير ماليه او حتى مدير مستشفى عنده امراض وعلشان الفلوس مستعد يضحي بحياة المريض. ايش تقول لهم الرسالة؟ صل على رسول الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. اقسم بالله الذي لا يحلف بغيره. انه بدوني الان بدلهب. انا اسف والله. انا اشتي اقرح. مش انا بنقول اقسم بالله. والله اني مقدر. ما بنقول شو حزن ولا بنقول اقسم برب البيت انه بدوني الان بتحرقني حريق. اخي اصلا قد مرت علينا هذا الحالة والله. اني مرت علي انا وابي. ابي توفى علي بهذا المجابره. الله يرحمه ويسكنها الجنه يا محمد باذن الله. الله يرحمه ويلقاه في الجنه. انا اسف يا محمد. يا اخي مش من شيء اصلا يا اخي. احنا بنعاني والله العظيم. انه كلام الامانه يعني اعتقد انعقد اللسان وحروف اللغه كلها ضاعت والله العظيم. بس الرساله باذن الله بوجع ومن صميم وصماصيم اعماق القلب وصلت. انا اسفين يا محمد والله. قسما بالله ان انت القلب. وباذن الله تكون الرساله وصلت. كنوا بشر. كم اعماركم؟ كم باقي لاعماركم لو ما يشلكم الباري؟ التكاتره الطماعين. الله والله الغير. كم باقي من اعماركم؟ شلوا لكم 70 سنه ما فعلتوا ذلك اليوم. اوف. ومسؤولين ومؤتمنين على ارواح الناس كلهم والله. والله ستحاسبوا على كل نفس دخلت لعندكم تعاني حتى من ألم شوكة. إلا من رحم ربي. إلا من رحم ربي. أيوة وأنت قادر. إما من رحم ربي وملائكة الرحمة الحقيقيين. أنتوا بإذن الله أجركم عند الله عظيم. الرسالة هي للناس اللي يتاجروا بالطب ويأخذوا الطب إنه عبارة عن أخذ وعطاء فلوس ماني بزنس. هذا ولا مثل ما قال محمد كم بتعيش يا حبيبي؟ كم بتعيش؟ آه يا والله ألف ألف محمد النعامي والله العظيم إنه جبت كلام لب الموضوع كامل اختصرته. لذلك يا محمد انا وفواز وبهية عندنا طلب وكل المشاهدين المتابعين المحبين للنجم محمد النعامي عبر هذه القناه المتميزه قناه كل الالوان السعيده. سمعني اي شيء يا عم محمد. بجي على الجرح. اي أيوة والله احنا اسفين. نثم بالجرح. يلا. الطب يا ناس رساله حناني رحم ونور. الله. حتى المريض في خياله الله. يفرح بباقة ورود. وعندنا أصبح شواله للمل وبعض الأمور. والربح قد صار رجاله دكتور والاسم يزور. أوه. دكتور والاسم يزور. يا محمد اقسم بالله ان الكلام هذا في الصميم. والله الكلام هذا مش طبيعي. صفق والله يقلعكم. قسما بالله الكلام في الصميم. محمد النعامي والله ثم والله انك نورت الحلقه اليوم وكانت من احلى واروع الحلقات. اذا اعزائي المتابعين
وكل شخص أو إنسان أو إنسانة خلف الشاشات، أكيد إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بحلقة النجم والصوت. استمتعتوا بحرقتهم. بالنسبة لي محمد صوت مميز، وهو عبارة بإذن الله يعني عن 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 شيء مكتسح بشكل غير طبيعي، مش الفن اليمني الآن بإذن الله. محمد داخل عربيا ومكسر الدنيا يا محمد. الله يوفقك بفضل الله، بفضل الله إن شاء الله. الله يسعدك ويوفقك يا محمد. آمين ما حبيبي. قصرت، وإحنا آسفين للمرة الثانية. مع الله المستعان. ربنا يسعدك. إذن أعزائي المشاهدين، كل يوم ضيف جديد، ضيفة جديدة، نجم ونجمة أيضا، نفس المكان ونفس الزمان ونفس الموعد. طبعا محمد خربط علي اليوم الكلمات فاعذروني. إن شاء الله ألتقي بكم بكرة وفي أمان الله.